الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. قوله العالق، العالق هو السحاب الذي جاء إلى البلد، فهو لا يصل إلى محاذاة رؤوسهم بعد، لكنهم رأوه يعلم في أفقهم عروضا. ومنه قول الله عز وجل: فلمح قوم عاد، فلما رأوه عارضا مستقبلا، عارضا مستقبلا أوديتهم، قالوا هذا عارض ممطرنا، بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم، ريح فيها عذاب أليم. والمطر معروف، ولكن لو سألنا سائل ما رأيك في التعبير بالمطر عما يكون فيه إهلاك، وبالغيب عما يكون فيه منفعة؟ فهل هذا التخصيص من هذا التعبير صحيح أم لا؟ الجواب: ليس هذا بصحيح، بل يقال غيب ويقال مطر على ما ثبتت في الآية. ولذلك في صحيح الإمام البخاري من حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال: أصابنا مطر ونحن مع النبي صلى الله عليه وسلم، فحسر ثوبه حتى أصابه من المطر، وقال: إنه حليف عهد بربه. وفي صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى المطر قال اللهم صيبا نافعا. وفي الصحيحين من حديث زيد بن خالد بن جهني قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على مثل سماء قمرت من الليل، وفي روايه كانت من الليل. فاذا يعبر النص عن الغيب بالمطر ترى، لكن يعرف المعنى بسياقه. فإذا كان السياق سياق رحمة يقال هذا مطر رحمة، وإذا كان السياق سياق إهلاك وعذاب بهذا المطر فيقال هذا مطر عذاب. فليس لفظة المطر تأخذ المعنى في ذاتها، وإنما يعرف معناها بالنظر إلى سياقه، مثل الرياح والريح. فإن الرياح لا تأتي إلا بالخير في الأعم الأغلى، والريح لا تأتي إلا بالعذاب في الأعم الأغلى، لكن قد تستخدم أيضا لهو ذهبي في مكان أخرى. وهذا قد ورد في القرآن وفي بعض القراءات. إذا يعرف معنى الريح أهي رحمة أو علام بالنظر إلى ماذا؟ بالنظر إلى سياقها. والقاعدة التي تقررت في قلوب البعض أن الرياح لا تكون إلا بالخير، وأن الريح تكون بالشر، هذا فيه نظر. وإنما الصواب أن يعرف المعنى السياق. وهذا من أهم قواعد التفسير، أن اللفظ فيختلف معناها بالنظر إلى اختلاف سياقها، كقول الله عز وجل: بل يداه مبسوطتان. هنا لا يمكن أن يفهم إلا إثبات اليدين لله عز وجل، لكن انظر إلى الآية الأخرى: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا. فاليد هنا معناها النفس، يعني كأن يقول مما عملنا نحن. قال: لماذا؟ نقول: لأن الأسلوب العربي إذا نسب في العرب الفعل إلى النفس وعدته بالباء فيكون ما ردي إليه وسيلة،
مثل كتبت فنسبت الكتاب لنفسي، ثم قلت بالقلم فيكون القلم هي وسيلة الكتاب. خلقت بيدي فنسب الخلق له وعد اليد بالباء، فإذا وسيلة الخلق هي اليد. لكن إذا نسبت العرب الفعل لنفس الوسيلة فيراد بها الفاعل. أنت؟ نعم. مثلا أقول لقد كتبت أيدينا لكم كتابا، كتبت أيدينا نسبت الفعل للآلة والوسيلة، فهنا كأنني قلت لقد كتبنا. ما فهمتموها؟ واضح. فإذا قول الله عز وجل منا عملت أيدينا، أيدينا يختلف المعنى عن قوله خلقت بيدي، بيدي فخلقت بيدي من آيات الصفات. لكن عملت أيدينا أي عملنا نحن، ولذلك ربما يستخدمها المعلم نفسه في كثير من أحواله كما يستخدمها المرور أو غيره، فينسبون الفعل للوسيلة